السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلابنا الغاليين، وما زلنا مع بعض مكملين مراجعة البلاغة وشرح بالتفصيل لكل جزئية المنهج. والنهارده هنتعرف على سؤال مهم جدا، هو المحسن البديعي. علم البديع مفيد جدا لنا في علم البلاغة وكمان في النصوص المتحررة. يسألني يعني المحسنات البديعية، ايه المحسن البديعي دي؟ بص حبيبي، المحسن البديعي ده حاجة جميلة جدا. بيقول لك أي إنسان في الدنيا بيميل للجمال، بيجمل الشيء. حضرتك تبص على أي شيء، صاحب الشيء ده، المنتج بينتجه ده، بيحاول يحسنه ويجمله عشان يعرف يبيعه. بص حضرتك، لما تروح تشتري أي حاجة من فرن، من مطعم، بتلاقي صاحب الحاجة ده بيمسك الحاجة ويزينها ويجملها عشان يبيعها. طيب حتى الملابس بيحط فيها اكسسوارات كده ويستخدم الوان تحسنها وتجملها عشان تتباع، يبقى ليها ذوق جميل. كذلك الشعراء دول صانعي زي اي حد عنده صنعه، بيستخدم بعض الادوات عشان يحسن بيها مين؟ شعره، ويجعل الناس تحبه. طيب فبيستخدم بعض المحسنات اللي بتحسن الشعر، زي كوافير كده مثلا، بيستخدم بعض الادوات التجميل يجمل به العروسه. العروسة تدخل عند الكوافير حمادة، تطلع حمادة تاني خالص. مصداقا لقول الشاعر يمني كده، شاعر بيقول لك ايه، بيتكلم عن المرأة الجميلة كده بالمكياج، قال كده: بالمكياج كالبدر تبدو ان غسلت وجهها صارت عم عبده. صارت عم ايه؟ عبده. يلا بنت انت وهي، يلا عم عبده، ركز معايا بقى في المحاسات الايه؟ البديعية. المحسنات دي من الوسائل التي يستعين بها الأديب عشان يظهر مشاعره وعاطفته ويؤثر في نفس الأشياء اللي بيسمع أدبه. طب والمحسنات دي بتكون رائعة إذا كانت قليلة غير متكلفة. طيب أما إذا تكلفها وزادت بتبقى تبع في الشعر بتاعه. المحسنات ليها أسماء كتير، يسمى محسن لفظي وزنة لفظية وزخرف لفظي ولون بديعي وتحسين بديعي، ومنها بقى مين؟ الطباق والمقابلة والسجع والازدواج والتصريع والالتفات ورعاة النصير وحسن التقسيم والتورية. هنقدر نقسم المحسنات دي نوعين: محسنات معنوية ومحسنات لفظية. ايه هي المحسنات المعنوية؟ المحسنات المعنوية هي عندنا الطباق، المقابلة، الالتفات، مراعاة النظير، التورية. ايه هي المحسنات المعنوية؟ ان خمس انواع: المحسن المعنوي والطباق والمقابلة والالتفات ومراعاة النظير والتورية. اما المحسنات اللفظية خمسة برضو: الجناس والسجع والازدواج والتصريع وحسن التقسيم. يلا نبدأ مع بعض ونشوفه، نبدأ كده مع بعض بالمحسنات اللفظية. المحسن الايه؟ اللفظية. اول حاجة، يعني محسن لفظي ويعني محسن معنوي؟ قبل ما ندخل نتعمق في المحسنات، المحسن المعنوي بيجي من معنى الكلمة، زي الطباق هو كلمة وعكسها، ليل عكس نهار، ده في المعنى عكس بعضه. اما المحسن اللفظي بيجي من اللفظ نفسه، بيجي من مين؟ من اللفظ ايه؟ نفسه. طيب اشهر المحسنات اللفظية الجناس، وده بيجي في الشعر ويجي في النثر. الجناس هو تشابه لفظين في الحروف مع اختلاف المعنى. الجناس اسمعها منك، تشابه لفظين في الحروف مع اختلاف الايه؟ المعنى. كلمتين شبه بعض في الحروف المعنى ايه؟ مختلف. طيب يبقى التشابه اللفظين في النطق واختلافهما في المعنى. طبعا الجناس ده نوعين، جناس تام وجناس ناقص. طيب الجناس التام والناقص، الجناس التام هو تشابه لفظين تماما في كل شيء، نفس الحروف، نفس العدد، نفس الترتيب، نفس الحركات، يعني نفس النطق. عايز يقول لك ان الكلمه متكرره، زي سعادتك لما تبص لنفسك في المرايه، نفس الشخص، مفيش اي اختلاف. طيب الجناس ده ما اتفق فيه اللفظين المتجانسين في اربع امور. اول معنى من المعاني ديت ان الحروف تكون واحده، عدد الحروف، تشكيل حروف النطق، ترتيب الحروف. طيب قال تعالى: يوم تقوم الساعة يقسم المجرمون لبثوا غير ساعة. الساعة الأولى ديت معناها إيه؟ القيامة، يوم القيامة. الساعة تانية دي وقت، زمن، اللي هي 60 دقيقة.
يعني يوم القيامه المجرمين دول هيحسوا ان هم ما عاشوش في الدنيا، ده عاشوا وقت قصير. طب خد بالك من حاجه استاذ، دي في الف ولام، انا ما بحسش الف ولام عادي ولا الضمائر عادي، ماشي؟ يبقى ده اسمه ايه؟ جناس تام. مثال تاني يا استاذ على الجناس التام، تعالى صليت المغرب في بلاد المغرب. فين الجناس عندي هنا؟ ها سمعت المغرب والمغرب، الاولى صلاة جميل، الثانية بلد، نفس الحروف ونفس النطق ونفس الترتيب وكل حاجة، ده اسمه جناس ايه؟ تام. الشاعر احمد شوقي بيقول لك سلا مصر هل سلا القلب عنها، اهي سلا الاولانية وسلا الثانية، سلا الاولانية بمعنى اسأل، اسأل مصر هل سلا، سلا الثانية معناها نسى، نفس الحروف والترتيب والنطق، يبقى ده جناس تام. طب اما الجناس الناقص بتنقص في حاجه، يختلفوا في نوع الحرف، هنا حرف صاد، هنا سين، هنا لام، ميم، حرف كده، عدد الحروف لو هنا خمسه يبقى هنا اربعه كده، تشكيل بالفتحه بالضمه، الترتيب. مثلا كلمه شديد وشديد، شهيد وشديد، هنا بالهاء لكن هنا بالدال، اختلف حرف يبقى ده جناس ناقص، يبقى ده نوع الحروف. عدد الحروف قال تعالى يوم التفت الساق بالساق الى ربك يومئذ المساق، الساق القدم، المساق المشي والاتجاه، هنا الزياده عليها بحرف ميم، الميم زياده. ممكن يكون تشكيل زي ايه مثلا؟ شرك الشرك، او جبن وجبن، جبن وجبن، شعر وشعر، شعر وايه؟ وشعر، جناس ناقص. اختلاف الترتيب، محن ومنح، او امل والم، جبت الميم مكان اللام واللام مكان الميم، هنا جبت الحاء مكان النون والنون مكان الحاء. تعالى بقى نشوف تفاصيل اكتر وامثله اكتر للجناس سواء تام او ناقص، ونكمل مع بعض امثله على الجناس. افكرك بتعريف الجناس سريعا، الجناس هو تشابه اللفظين في النطق اللي هو الحروف واختلافهم في المعنى، والجناس نوعين، جناس تام وجناس ناقص. قلنا الجناس التام اتفاق الكلمتين في الضبط ونوع وعدد وترتيب الحروف مع اختلاف المعنى. طب يا استاذ لو المعنى مش مختلف، ولا ركز معايا، لو المعنى مش مختلف جناس، لا مش جناس، لو الكلمتين نفس الحروف ونفس المعنى ده اسمه تكرار. اسمه يا ولا تكرار. امتى يكون جناس؟ لو اللفظين شبه بعض لكن المعنى مختلف. طب اللفظين شبه بعض لكن المعنى واحد، اسمه ايه؟ تكرار. تعالى معايا، يوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة. الساعة الأولى احنا قلنا يوم القيامة، والساعة الثانية زمن، نفس الحروف والترتيب والعدد والنطق، مع حسبنا ان الالف واللام والضمائر لا تحسب، يبقى ده جناس تام. قال الشاعر عودي، يعني ارجعي، فانك ان تعودي، عودي الي، انك لو رجعتي يخضر بعد الموت عودي. الاولى ارجعي والثانية العود اللي هو الجسد. وسلى مصر هساء القلب عنها، او اسى جرحه الزمان المؤسي. سلى مصر هل سلى القلب عنها، سلى الاولى بمعنى اسأل، سلى الثانية بمعنى نسى وغفل. طيب يزيد له علي، او يزيد له اياد لا تباري، ويسبق من رجاه لما يريد، ويزيد عطاءه ما جئت ترجوه، ناديه بكل آونة يزيد. عندي هنا كلمة يزيد ويزيد، الأولى دي اسم شخص، التانية دي فعل، يزيد اسم شخص، التانية فعل اللي هي الزيادة عكس النقصان. طيب
على نجمه في عالم الشعر فجأة، على انه ما زال في الشعر شاديا، على يعني ارتفع عين لام الف، على انه عين لام الف لينه بحرف جر، يبقى نفس حرفه المعنى مختلف، يبقى جناس تام. رحلت عن الديار لكم اسير، وقلبي في محبتكم اسير. اسير اولاني فعل مضارع بمعنى امشي، اسير تاني اسم بمعنى مقيد. كل دي امثله على الجناس الايه؟ التام. تعالى كمان نشوف امثله على الجناس الايه؟ الناقص. بص بقى، قال تعالى: ولقد ارسلنا فيهم منذرين فانظر كيف كانت كان عاقبه المنذرين. الاولى دي منذرين اسم فاعل من مضمومه وكسر ما قبل الاخر. دي هنا منذرين اسم مفعول من مضمومه وفتح ما قبل الاخر، هنا بالكسر هنا بالفتح، يبقى ده جناس ناقص. ثم قال تعالى: ثم كلا من كل الثمرات فاسلكي ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك زللا. كلي وكل جناس ناقص. عدد الحروف هنا في الف لينه ولا ياء، وهنا من غير ياء. لا تنال الغرور الا بركوب الغرر. الغرر الاولى بمعنى الايه؟ الفضائل، والثانيه بمعنى مين؟ المخاطر. يعني لن تصل الى الشيء المجد والعظمه والفضائل الجميله دي الا لو وصلت للايه؟ للغرور والمخاطر ديت. ده ضبط الحروف. هنا الغين مضمومه، هنا الغين مفتوحه. بيد الصفائح لا سود الصحائف، ده اختلاف الترتيب. الصفائح والصحائف، الصفائح جمع مين؟ صفيحة، والصحائف جمع صحيفة، اختلفت في الترتيب. ساء مساء المجرم إذا ضاء مضاء سيف الجلاد. ساء قبح، مساء ليل، هنا دي زيادة عليها بحرف الميم. إذا ضاء يعني أضاء، مضاء السيف، شدة السيف دي مضاء السيف الماضي القاطع القوي، دي زيادة عليها بحرف. أشكو وأشكر فعله، أشكو بالواو، أشكر بالره، عجبا لشاكر منه شاكر، شاك وشاكر، هنا زي عليها بحرف الإيه؟ الراء، يبقى إيه؟ اختلفت في حرف. طيب، هل تذكرون غريبا عاده شجن من ذكركم وجفى أجفانه الوسن، جفى أجفانه، دي زي عليها بحرف النون، يبقى دي ايه؟ جناس ايه؟ ناقص. ايه سر كمال الجناس؟ الجناس سر جماله ايه؟ يعطي نغمة موسيقية تحرك الذهن وتجذب الانتباه وتعطي الكلام قوة وحيوية. يعطي جرسا موسيقيا تطرب له الاذان. يعطي جرسا موسيقيا تطرب له الاذان، او يعطي نغمة موسيقية تحرك الذهن ويثير الانتباه ويعطي الكلام قوة حيوية. الجناس بيكون موجود في فين؟ في الشعر والايه؟ والنثر. تعالى بقى نشوف حاجه ثانيه في المحاسيب اللفظيه، السجع. السجع خاص بالنثر، لا ياتي الا في النثر. النصوص النثريه يجي فيها سجع. ايه السجع؟ هو اتفاق نهايه الجمل في حرف واحد. ايه السجع؟ هو اتفاق نهايه الجمل في حرف واحد. اهو اتفاق نهايه الجمل في حرف الاخير وحركته، يبقى نفس الحرف ونفس الحركه. الصوم حرمان مشروع، ادي جمله. وتاديب بالجوع، ادي الجمله الثانيه. وخشوع لله وخضوع، الجمله الثالثه. الصوم حرمان مشروع، اخرها عين. وتاديب بالجوع، اخرها عين. وخشوع لله وخضوع، اخرها عين. نفس الكلام، يبقى ده اسمه ايه؟ سجع. قول الخطيب في العصر الجاهلي: الصدق امانه والكذب خيانه والشر لجاجه. ثلاث جمل اهو، امانه اخرها تاء، خيانه اخرها تاء، لجاجه اخرها تاء، ده اسمه ايه؟
سجع، ده اسمه ايه؟ سجع. تعالى بقى نشوف تدريبات اكتر واكتر مع السجع ونحل مع بعض. تعالى بقى قبل ما نحل تعالى نشوف كده، ها؟ يبقى إيه احنا السجع النووي؟ قلنا السجع هو اتفاق اواخر الجمل في الحرف الاخير اللي بياتي جرس متوازن يوصل للنفس والاذن. قال اعرابي ذهب بابنه السيل، يعني ابن مات في سيل. اللهم ان كنت قد ابليت فانك طالما قد عفيت. ادي جملتين، الجمله الاولانيه ابليت اخرها تاء، عفيت اخرها تاء، يبقى ده اسمه ايه؟ سجع. كتب ابن رومي الى مريض اذن الله في شفائك، اخرها كاف، وتلقى داءك بدوائك، برضو اخرها كاف، ومسح يدك العافية، ومسح بيد العافية عليك، اخرها كاف، يبقى اسمه سجع. وقد وفد السلام اليك، اخرها كاف، وجعل علتك محية لذنوبك، اخرها كاف، مضاعفة لمثوبتك، اخرها كاف. او كل الجمل دي منتهى بحرف ايه؟ واحد اللي هو الكاف، ده اسمه ايه بقى؟ سجع عشان نفي. وسأل حكيم عن أكرم الناس عشرة فقال: من إذا قرب منح، وإذا بعد مدح، وإذا ضيق سمح. تلات جمل منتهية بنفس الحرف، حاء في منح، الحاء في مدح، الحاء أو الحاء في إيه؟ سمح. طيب ايه سر جماله او القيمه الفنيه برضه بتاعته؟ بيعطي جرسا موسيقيا تطرب له الاذن ويعطي الكلام قوه وحيويه. الازدواج، ايه الازدواج؟ الازدواج ان انا بقسم الفقره الى مقاطع متساويه، تقسيم الجمل الى مقاطع متساويه. الازدواج هو تقسيم الجمل الى مقاطع متساوية وبيكون في النثر فقط. طيب بص يا سيدي، تقسيم الفقرة الى جمل متساوية في طولها وقصرها ووزنها. طيب سواء اتفقت في نهاية الجمل او لم تتفق. عن ابي هريرة رضي الله عنه قال: رضي الله صلى الله عليه وسلم قال: يتقارب الزمان وينقص العمل ويلقى الشح ويكثر الهرج. يتقارب الزمان، اهي جملة من كلمتين، وينقص العمل ويلقى الشح ويكثر الهرج، او جمل قد بعض، يبقى اسمه ايه؟ ايوه قول ازدواج. قال عبد الحكماء: الدنيا اما نقمة نازلة اما نعمة زائلة، او اما نقمة زائلة اما نعمة، اسف، اما نقمة نازلة إما نعمة زائلة، أو جمل قد بعض، يبقى ده اسمه إيه؟ ازدواج. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: لا تكن ممن يقول في الدنيا بقول الزاهدين ويعمل فيها بعمل الراغبين. أهو يقول في الدنيا بقول الزاهدين ويعمل فيها بعمل الراغبين. جمل قد بعض، ازدواج. إن أعطي منها لم يشبع وإن منع منها لم يقنع. الجملة الزلقة دي قد دي، جمل متساوية في الطول، يبقى ده اسمه ايه؟ ازدواج. الازدواج ده بيعمل ايه؟ بيعطي جرسا موسيقيا، يعطي جرسا ايه؟ موسيقيا. طيب نرجع كده معلش الحتة مهمة مع بعض ناخد بالنا منها وخد بالك معايا منها عشان دي مهمة. نقدر نقسم المحسنات اللفظية دي لقسمين، قسم عام يعني عام يجي مع الشعر ويجي مع النثر وهو الجناس. الجناس ده بيجي مع الشعر والنثر وشفناه بالتفصيل. في قسم خاص، خاص يا اما يكون خاص بالنثر زي اللي خدناه من شوية، قلنا السجع وقلنا الازدواج. وفي قسم فيه خاص بيجي مع الشعر فقط. مين اللي بيجي مع الشعر فقط؟ الاثنين دول، السجع بنسميه في الشعر تصريع، والازدواج بنسميه في الشعر حسن تقسيم. يعني عايزك تاخد بالك من حاجه، السجع في النثر
لو جه في الشعر بسميه تصريع. الازدواج في النثر لو جه في الشعر بسميه حسن تقسيم. سؤال، ده محسن لفظي؟ ايوه، بس كل واحد منهم بيجي في شعر وبيجي في النثر. مين بيجي في الشعر؟ التصريع وحسن التقسيم. مين بيجي في النثر؟ السجع والازدواج. طب عمو الجناس ده، عمو بنسمع كله شعر او نثر، مش فارقه ايه معاه. نرجع تاني للتصريع. التصريع ده قلنا حاجه خاصه بالشعر. التصريع خاص بمين؟ الشعر فقط. مين التصريع؟ خاص بمين؟ بالشعر فقط. التصريع ما بيجيش غير فين؟ في الشعر. طب هو هيواء لو جه في الناس بنسميه مين؟ سجع. ايه التصريع ده؟ بص معايا، اول بيت التصريع ده ركز لي كده، هو اتفاق نهاية شطري البيت الأول في نفس الحرف. اتفاق نهاية شطري البيت الأول في نفس الايه؟ الحرف. بص، أول بيت بس، ده اسمه شطر وده اسمه شطر، ده اسمه كده الشطر الأول، ده كده اسمه الشطر الثاني. لما نيجي نبص للشطر الأول ده هلاقي الحرف اللي هنا ده، الحرف اللي هنا ده هو الحرف اللي هنا، نفس الحرف هنا هو هنا. عنتر قال كده، قال كده سكت فغر أعداء السكوت وظنوني لأهلي قد نسيت. تعال كده معايا، السكوت دي آخرها إيه؟ آخرها تاء. جميل، الشطر التاني نسيت آخرها إيه؟ تاء. ده البيت الأول عند عمو عنترة. أو السكوت آخرها تاء ونسيت آخرها تاء، اتفقوا نهاية الشطرين في حرف واحد، اسمه إيه ده؟ تصريع. اسمه إيه؟ تصريع. تعال نشوفه كده. قال أحمد شوقي: اختلاف النهار والليل ينسي، اذكرى لي الصبا وأيام أنسي. تعال بقى هنا يا سيدي، ينسي آخرها ياء، سين ياء، وأنسي آخرها ياء، يبقى ده اسمه إيه؟ تصريع. اسمه إيه؟ تصريع. قال ابو القيس: ألا عم صباحا أيها الطبر البالي، وهل يعن من كان في العصر الخالي. بص يا سيدي، البالي الخالي، لم بعديها ياء ولم بعديها ياء، نفس الحرف حركة، يبقى ده اسمه إيه؟ ها؟ قول، تصريع. شاعر تاني اسمه ابن زيدون قال كده: هل تذكرون كريما عاده شجا من ذكركم وجفى أجفانه الوسن. بص حبيبي هنا، شجا آخرها نون والوسن آخرها نون، وده البيت الاول عند ابن زيدون. ابن زيدون في القصيده اللي هي بتاعته، يبقى ده اسمه تصريع. المتنبي في قصيده ثانيه بيقول كده: واحر قلباه ممن قلبه شدم، ومن بجسمي وحالي عنده سقم. تعال بص معايا، شدم اخرها ميم وسقم اخرها ميم، يبقى ده اسمه ايه؟ تصريع. ايه التصريع؟ زي السجع، السجع في الناس، التصريع في الشعر.
التصريح بيبقى في البيت الاول فقط. التصريح ده عنده كده نفس عزيزه قوي، ما بيجيش في القصيده غير مره واحده، يجي في البيت الاول، يا يجي في البيت الاول يا اما ما يجيش. التصريح ده اتفاق نهايه شطري البيت الاول في حرف واحد، شجن اخرها نون، وزن اخرها نون، شبب اخرها نون، سقم اخرها نون. في البلاغه لو سمعت التصريح ما تركزش مع معنى الكلام عشان ما تتوهش، ركز على الحرف الاخير مع التصريح. احنا فهمنا مع بعض التصريح، تعالى بقى كمان نشوفه مين؟ حسن التقسيم. التقسيم ايه سر جمال التصريح؟ زي الجناس، يعطي جرسا موسيقيا تطرب له الاذن. يبقى الجناس والسابع والازدواج والتصريح وكمان حسن التقسيم، بيعطي جرسا موسيقيا تطرب له الاذن. ايه حسن التقسيم ده؟ تعالى حسن التقسيم بين من كلمة التقسيم وحسن، هو تقسيم البيت إلى مقاطع متساوية. بتعمل نغمة موسيقية، تعمل ايه؟ نغمة موسيقية. زي قولنا كده، الشاعر كده قال ايه؟ اما حياة تسر الصديق، واما ممات يغيظ العدا. بص النغمة، اما حياة تسر الصديق، اما ممات يغيظ العدا، اما حياة اما ممات يسر الصديق يغيظ العدا. كل جملة هنا معاها جملة هنا، ده اسمه حسن ايه؟ تقسيم متساوية. شاعر كده كان قال الابيات الشعر دي اللي هقولك عليها كده، وركز لي معايا فيها شوية. قال ايه؟ إلى كم جفوني بالدموع قريحة. جميل. وحتى ما قلبي بالتفرق خافق. رائع. ففي كل يوم لي حنين مجدد، وفي كل أرض لي حبيب مفارق. وتاني كمان، يحرك وجدي في الآراك طائر، ويبعث شجوايا في الدجنة تبارق. انت طبعا مش فاهم ولا كلمة من اللي انا بقولها، ماشي؟ ما تشغلش بقى بفهم الكلمات، انت تركز مع وزن الجمل. خلي بالك هتبان بقى حسن التقسيم من دلوقتي. بص ركز لي كده، بص، ها، إلى كم جفوني بالدموع قريحة، وحتى ما قلبي بالتفرق خافق. بص بقى كده، إلى كم جفوني بالدموع قريحة، وحتى ما قلبي بالتفرق خافق. ففي كل يوم لحن مجدد، وفي كل أرض لحبيب مفارق. يحرك وجدي في الأراك طائر، ويبعث شجوايا في الدبنة تبارق. شايف انت دي نغمة موسيقية ازاي؟ بص تعالى نقسمها مع بعض. إلى كم جفوني بالدموع قريحة، وحتى ما قلبي بالتفرق خافق. بص، إلى كم جفوني وحتى ما قلبي بالدموع قريحة بالتفرق خافق. كل جزء من بيت الشعر قصاده جزء تاني قده في عدد الكلمات، يبقى اسمه حسن ايه؟ تقسيم. بص، ففي كل يوم لحن مجدد،
وفي كل أرض لحبيب مفارق. بص، وفي كل يوم وفي كل أرض لحبيب لحنين مجدد مفارق. كل ده اسمه ايه؟ حسن تقسيم. بص النغمة عاملة ازاي؟ ففي كل يوم لحنين مجدد وفي كل أرض لحبيب مفارق، يحرك وجدي في الأراك تطائر ويرعى الشجواية في الدجنة تبارق. يحرك وجدي في الأراك تطائر ويرعى الشجواية في الدجنة تبارق. بص، يحرك وجدي ويرعى الشجواية في الأراك في الدجنة طائر بارق. حسن تقسيم. في أول من كده ده شاعر قال تلات أبيات ورا بعض حسن تقسيم. إيه الجبال ده؟ بص، نغمة موسيقية، شعر اهو يعطي جرسا ايه؟ موسيقيا. تعالى قوم تنبي. فنحن في جزل والروم في وجل والبر في شغل والبحر في خجل. تعالى اهو بص، نحن في جدل والروم في وجل والبر في شغل والبحر في خجل. حسن تقسيم. متون قال ايه؟ متفرد بصباباتي، متفرد بكآباتي، متفرد بعنائي. كل ده حسن تقسيم. حسن تقسيم بيعطي جرسا موسيقيا تطرب له الاذن. شفنا النهارده مع بعض خمس محاسنات لفظيه، شفنا الجناس بنوعه تام وناقص، شفنا السجع في النسق، شفنا الازدواج في النسق، وشفنا التصريح وحسن التقسيم. كده كنا خلصنا حالة النهاردة المحاسنات الايه؟ اللفظية. الى اللقاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.